الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. أما بعد أيها الأخوة، فيتجدد اللقاء في هذه الجامعة العظيمة، في جامع الراجحي، للسنة الرابعة، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة والقبول. اليوم أيها الأخوة نواصل في مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري بعد فترة الانقطاع في هذه العطلة ومرور رمضان، الذي أسأل الله أن يتقبله منا ومنكم، وأن نجعلنا من قبل صيامه وقيامه وكل عمل عمله في هذا الشهر العظيم، وأن نجعلنا من أعتقت رقبته من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان أيها الأخوة حديثان عظيمان، ولذلك فلن نستطيع أن نوفيهما حقهما في هذا الدرس، إنما سأبدأ بإذن الله هذا الدرس ونكمله في الدرس القادم، وربما أقول قد نضطر إلى درس ثالث، لأنه حديث وهما حديثان مليئان بالكنوز العلمية والواقعية، وبخاصة أيضا أن الحديث في هذين الحديثين في هذه الظروف التي تمر بها الأمة وقد استشرى فيها النفاق كما تعلمون، ولهذا لا بد من ربط الجانب العلمي بالواقع العملي بواقع الأمة، لأنه ليس العبرة أيها الأخوة بالعلم هو التنظير، وإنما العبرة هو العمل. فالحديث عن المنافقين حديث عجيب، الذي يتأمل القرآن يجد والله عجبا، يجد الآيات العظيمة التي تتحدث عن المنافقين ابتداء من سورة البقرة وإلى آخر السور بالذات السور المدنية كسورة المنافقين وغيرها، بل إن من آخر ما نزل كما تعلمون سورة براءة، وهي التي كشفت أساليب وخداع المنافقين، ولذلك تسمى سورة براءة، وهي من آخر ما نزل فيما يتعلق بكشف حقائق المنافقين، تسمى الفاضحة لأنها فضحتهم تماماً، وتسمى العذاب. فسورة براءة لها أكثر من اسم، نعم هي براءة من الله ورسوله، براءة من المشركين، لكن حديثها عن المنافقين أكثر، وكشف سرائر المنافقين وأساليب المنافقين. ليس في هناك سورة كشفت عن أساليب المنافقين وصفاتهم كما في سورة براءة، ولذلك فالسور المدنية أيها الأخوة مليئة بالحديث عن المنافقين، قل أن تجد سورة مدنية وبخاصة من الطوال إلا فيها حديث عن المنافقين، البقرة والعمران والنساء والمائدة وغيرها. والعجيب أنه مع حديث القرآن عن المنافقين
وأنهم هم العدو، يقول الله جل وعلا فاحذرهم، وأن نهايتهم في الدرك الأسفل من النار، أي أخطر ما واجهته الأمة في تاريخها في البعثة هم المنافقون. لا يوجد اسم منافق واحد في القرآن، ولا اسم منافق واحد. الكفار المعاصرون في اسم كافر وهو أبو لهب، تبت يدا أبي لهب فقط. المؤمنون فيه اسم زيد رضي الله عنه، وإشارة قريبة من الاسم لأبي بكر. أما المنافقون فلا يوجد أي اسم للمنافق، لأن الأمر كما إن شاء الله سنأخذ في هذا الدرس والذي يليه لا يتعلق فقط الحديث عن القرآن في القرآن عن المنافقين عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تحلق بعصره ومن بعدهم. فلو كشف القرآن أو كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء المنافقين، من الذي يخبرنا بمنافق زماننا؟ لكنه ركز على الصفات، حتى من قوة تركيزي على الصفات أن الصحابة رضوان الله عليهم، بل من كبار الصحابة، بل عمر الرجل الثاني في الأمة بعد رسول الله وأبي بكر، يخشى النفاق على نفسه، ويقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. لماذا؟ لقوة التركيز على الصفات. إذن الصفات تتكرر كما ستلاحظون إن شاء الله، أما الأسماء فربما لو كشفت في ذلك الوقت من يكشف من في زماننا، لأن الأمر يتعلق بالقلوب. فلهذا سيكون هنا كما في الحديثين الحديث عن صفات المنافقين منطلقا لوقفات كثيرة ومهمة تساعدنا في فهم مجريات واقعنا وربط الناس بكتاب الله جل وعلا، لأن الحديث سيأتي بإذن الله في آخر هذه الدروس كيف التعامل مع المنافقين، كما قلت خاصة في هذا الزمن الذي استشرى فيه النفاق. هذه مقدمة مهمة أحببت أن تكون بين يدي حديثنا ووقفتنا مع هذا الحديث. هذان الحديثان جاء في كتاب الإيمان، وجاء بعد أحاديث أنس الثلاثة وحديث العباس ذاق طعم الإيمان رضي الله تعالى عنهم. جاء ما يقابل الإيمان، الذي يقابل الإيمان تماما هو النفاق. فبعد المنذري رحمه الله في اختصاره بعد أن ذكر أحاديث أنس في صفات المؤمنين وكذلك حديث العباس ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، هذه الصفات، جاءت صفات المنافقين في هذين الحديثين. من هذه الوقفات التي نشير إليها في مقدمة الحديث أيها الأحبة، أننا عندما أتحدث عن المنافقين فإنه أيضا يدخل معهم مصطلحات جديدة، لأن لفظ النفاق الآن قل استعماله، ولكن هناك العلمانيون أو العلمانيون على اختلاف في الضبط، وهناك من يسمون بالليبراليين. فهل العلمانيون والليبراليون منافقون؟ الحقيقة بينهما عموم وخصوص، يشتركون مع المنافقين في صفات كثيرة، وقد يتميزون أو يختلفون عنهم في بعض الصفات. لكن سبحان الله لاحظت أن الليبرالي وهو أخطر من العلماني من ناحية الشرعية، أخطر، ما يجدون غضاضة أن يسموا، أن تقول فلان ليبرالي، بل ربما بعضهم يفتخر بذلك ويقدم نفسه، بل بعضهم يقدم في وسائل الإعلام على الليبرالي فلان، لكن تجد منهم تضايقا من وصف بالعلمانية، وأشد من ذلك من وصف بالنفاق. هذا هو الشاهد، لأنه وصف إيماني، وصف قرآني، وصف. ولذلك يجب أن نركز دائما على ربط الناس بالصفات الشرعية ليست المحدثة والمستحدثة،
لأنهم قد لا يبالون في أن يقول فلان الليبرالي، لأن الناس تصور الناس عن الليبرالي غير واضحة، وعلماني كما قلت لكم تتفاوت، لكن منافق مباشرة الناس سينتقلون إلى حديث القرآن وحديث السنة عن المنافقين كما في هذا الحديث. أيضا أيها الأخوة، ونحن في هذا الزمن كما قلت لكم يتجدد النفاق. من أعظم ما ورد في قصة المنافقين الذين جاءوا بالأفك، جاءوا كما في سورة النور، الذين اتهموا عائشة الطاهرة المطهرة، اتهموا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها بما برأها الله جل وعلا، برأها الله جل وعلا منهم من فوق سبع سماوات كما في سورة النور. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يتجدد الآن الإفك مرة أخرى، يتجدد الحديث عن الإفك الآن. هذا الرجل الفاجر الذي في شهر من أفضل الشهور شهر رمضان يذهب إلى دورة كافرة، ثم يعلن في مؤتمر وتجمعات بإعادة ما قاله المنافقون من اتهام عائشة رضي الله تعالى عنه، والطير على أشباهها تقع، لأن هذا كفر، فذهب إلى دولة كفر من أجل أن يصرح بما يريد. فالقضية أيضا هنا تتجدد، ولذلك معرفتنا بهذه الأحكام والنفاق، هناك ما هي درجات عالية في النفاق كما حدث في قصة الإفك. لماذا؟ لأن الذي قال بالإفك قد كذب القرآن، بل كذب الله جل وعلا. ولذلك يقول العلماء الفرق بين من اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها قبل نزول القرآن وبعد نزوله. من اتهمها قبل نزول القرآن فهو قذف، وعوقب الصحابة الذين وقعوا في ذلك بحد القذف كما تعلمون، الثلاثة رضوان الله عليهم الذين تابوا إلى الله وطهرهم الله. لكن اتهامها بعد نزول القرآن ليس مجرد قذف، بل هو قذف وكفر، لأنه رد صريح لنصوص القرآن وتكذيب لله جل وعلا. هذه مسألة واضحة قد تفوت على البعض. ولذلك قال بعض العلماء من سب أبا بكر كما نقل بعض العلماء يعذب على حسب جريمته، وقد يصل إلى القتل. ومن سب عائشة يعني قذفها فهو يقتل، لأنه مرتد إذا كان منتسبا للمسلمين. الشيء هنا المهم أيها الأخوة، كنت أقول في لقاء قبل أيام في عدد من القنوات إن هذا الرجل الذي قذف عائشة ويدعي الإسلام وينتسب إلى أناس يدعون الإسلام، كل ما في الأمر أنه هو أعلن فقط، وإلا فلم يأتي بجديد، بل جاء بهذا القذف من كتبه وأسياده وملاليهم التي درسها. المشكلة أن بعض الأخوة لم يصدق هذا الكلام، فبعد يومين أطلع على مقالة لامرأة أيضا من هؤلاء القوم مشهورة، أنا لا أحب أن أسمي منهجا على تبعا أيضا لهذا المنهج، فقالت لماذا يحاكمون فلان هذا الرجل الخبيث ولا يحاكمون المصادر التي أخذ منها وهي من بني قومهم؟ تقول ما فعل شيء إلا أن أعلن شيئا موجود في الكتب، هي منهم الآن حقيقة. هذه عجيبة، وشهد شاهد من أهلها. ولذلك تلاحظون أن الذين أصدروا الآن بيانات من هؤلاء القوم كثير منهم لم يصدر هذه البيانات لأن الرجل أخطأ في حق عائشة، لكنه كشف عن أوراقهم. والمنافقون بالمناسبة أيها الأخوة، هذه نقطة مهمة، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلنوا، لم يصرحوا. ولذلك لاحظوا الذين جلدوا وأقيم عليهم الحد من هم؟ ثلاثة من خيار الصحابة، بينما لم يقم الحد على منافق واحد.
مع أن الله جل وعلا قال الذي تولى كبره، لكن لديهم طرق، لهم أساليب، يحدثون الناس ثم الناس يعلنون وهم يخرجون لم يشهد عليهم بشيء، وإلا لو أنه شهد عليهم لأقيم عليهم الحد. فكذلك هنا كانت المشكلة، لماذا هذا يعلن بهذا أمام الملأ وفي وكالات الأنباء؟ ليس حديثنا عن هذه القضية بمقدار، هي إشارة إلى أن النفاق يتجدد ويتكرر في أزمنة معينة. ولعلي أشير هنا ختاما لهذه القضية إلى نقاط. من العدل أن نعدل مع الذين من أولئك القوم من أنكر هذه القضية، لكنهم على الذين أنكروا على ثلاث درجات حسب اطلاعي.